عليكم ورحمة الله. الحضور ديالنا اليوم كان في هذه الندوة تبعا للنداء اللي وجهته الجمعيات المدنية اللي كتحتفل وكتحاول تخلد الذكرى ديال المسيرة الخضراء وكذا ذكرى عيد الاستقلال. وكنشوف بأن هذه الندوة كانت جد شيقة وغنية لأنها أثرت كل ما هو الجانب السياسي والاقتصادي منذ الإعلان عن المسيرة الخضراء والنقطة الإيجابية اللي كان الوقع ديالها على الوطن ديالنا العزيز، وكذلك الاستمرار ديال المجهودات اللي دارتها الدولة وكذلك التعليمات اللي اعطاها الملك محمد السادس تبعا للتوجيهات اللي كانت ديال المغفور لها الحسن الثاني رحمه الله. وهذا الشيء كيشجعنا وتنقولوا المزيد لان مغربنا كيستاهل باننا نديروا هذه الندوات ونرسخوا هذه المفاهيم عندنا جميعا وعند الابناء ديالنا، وكنطلب ان شاء الله التوفيق للجميع وذكرى طيبة. ياسين بلحدار رئيس جمعية صناع المستقبل، اليوم كنا في صدد تنظيم ندوة وطنية بمناسبة عيد استقلال المجيد والمسيرة الخضراء وكذا بمناسبة القرار الأممي الإيجابي اللي حطت عليه المملكة الشريفة، وكان تحت شعار النظرة الذكية للمغفور له جلالة الملك الحسن الثاني بين الحركة التحريرية والنظرة الاقتصادية البعيدة المدى، اللي حقيقة كان هذا النقاش غني بالمعلومات اللي وضحت اللبنة الأساسية للقيادة الرشيدة المغفور له الحسن الثاني، وكذا الحلقات التكميلية اللي جو تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس أدام له التمكين، وكذا تطرقنا لعدة نقاط اللي كانت جوهر النقاشات الأممية في الأمم المتحدة في مجلس الأمن الدولي اللي وضعت التفوق المغربي في قضية الصحراء المغربية، وكان حقيقة نقاش غني بمعلومات جديدة ومعلومات كذلك اللي كانت غائبة عن الوعي المغربي، وساهمت عدة فعاليات وطنية في إحياء هذه الندوة كجمعية أمثلة، جمعية الحرية، جمعية رزق وكذا المرصد المغربي والمعهد المغربي والجمعية المهنية للمقاولة النسائية. وتنوجه كلمة شكر لا نظير لها للقنوات الإعلامية والمنابر اللي تكلموا علينا بوقتهم الثاني من أجل تغطية هذا الحدث وتمرير الرسالة إلى الأجيال الصاعدة، وشكرا.